مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم من جديد في حصتكم في برنامجكم دواكم في يديكم وحصه هذا اليوم راح تكون على موضوعين صغيرين قبل ما ندخل في المواضيع حبيت نقول لكم بان لاحظنا ثغره في الايميلات للبريد الالكتروني اللي وصلنا وإذا كان الناس كتبوا لنا بين 14 أكتوبر وال21 أكتوبر راهي إيميلاتهم ما وصلتناش لسبب نجهله. هذه توضيح واحد. نبدأ بخبر جديد ألا وهو خبر على السكر. احنا تكلمنا في الماضي على أضرار السكر بصفة مرارا وقضايا أو أضرار السكر موجودة أيضا في وصفتنا لتعديل الأكل لكن هنا في بريطانيا منذ الأمس هنالك أخبار تعاد وتقال والجريد روجتها كثير ألا وهي خبر على اقتراح لادخال ضريبه على السكر لماذا كما قلنا إحنا تكلمنا عن السكر في الماضي لكن البريطانيين الان ياخذوه جديا لماذا لانه وجدوا بان السكر اليوم هو واضح بانه عنصر اساسي في كثير من الامراض ويكلف البلاد هنا في بريطانيا والنظام الطبي تقريب الامراض اللي تنتج عنه عن السكر تكلف البلاد تقريبا 6 بلايين من الجنيه الاسترليني في استجواب له المختص في امراض القلب الطبيب عاصم الهطرة وحنا تكلمنا عليه في الماضي وهو طبيب في مستشفى كرويدن الجامعي يوضح لنا أضرار السكر كمالي فيديو 1.: Since in the last 10 years, we have overwhelming scientific evidence now linking excess sugar consumption with type 2 diabetes and obesity, and in fact, all the conditions we call the metabolic syndrome. So that's type 2 diabetes, high blood pressure, fatty liver disease, cardiovascular disease. <تصفيق> <تصفيق> يقول دكتور مالهوترا في هذا الاستجواب التلفزيوني ما يلي ظهرت في السنوات العشرة الأخيرة حجج علمية قاطعة تربط السكر أو تربط استهلاك الاستهلاك المفرط للسكر بمرض السكر وبالسمانة يعني البدانة وفي الحقيقة تربطه بكل الأمراض التي نسميها كأطباء نسميها متلازمة التمثيل الغذائي واللي تسمى بالفرنسية لو سيندروم ميتابوليك. يعني يقول الطبيب يعني داء السكر من النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم تراكم الشحوم في الكبد واللي يسمى بلاستياتوز الهباتيك وامراض القلب كل هذه آه هذه الامراض سببها الاساسي هو الاستهلاك المتمادى آه والاستهلاك الكثير للسكر والسكر الابيض اللي كلكم تعرفون ولكن النشويات ايضا هي التي آه تؤدي الى نفس الشيء لان النشويات في الجسم تاعنا راح ترجع سكر اليوم كثير من الناس كتبونا في الأيام الماضية بيطلبوا نصايح على الكوليسترول وإحنا تكلمنا في الحصة الماضية على الكوليسترول من أجل هذا تركت مؤقتا وصفات الخضر لنتطرق لهذا الموضوع موضوع الكوليسترول اللي الإنسان العادي يبدو أنه عنده مهمة له فشفنا في الحصة الماضية بأن هنالك أطباء من أكبر الأطباء اللي تجرؤوا باش يتكلموا ويقولوا بأن كل الدراسات العصرية الحرة تبين بان الكوليسترول ما عنده حتى علاقه مع امراض القلب من بعض من هذا الاطباء هنالك طبيب اخصائي وباحث في مركز البحوث الوطني الفرنسي في غرونوبل الا وهو دكتور ميشيل دو لورجيريل اللي يقول بان علميا ليس هناك عمرهم من الناس ما برهنوا بان في علاقه بين الموت من جراء امراض القلب ونسبه الكوليسترول ما فيش علاقه كل هذا كتبوا في كتبه العديده والان هو يترأس حركه من الاطباء اللي يحبوا يلزموا السلطات الفرنسيه حتى تكون لجنه من الاخصاء الحرين الحرين اللي حتى يحسموا في قضيه في قضيه الدور الحقيقي اللي يلعبوا الكوليسترول في الجسم VT2. Je suis le docteur Michel Delorgeril du CNRS à Grenoble. Ma spécialité est la cardiologie, le cholestérol et les médicaments contre le cholestérol. Ma conclusion, après trois décennies de travail sur ce sujet, est que l'affaire du cholestérol et des traitements anti-cholestérol. épouvantable sanitaire, bien pire encore que l'affaire الأدوية المستعملة ضد الكوليسترول تسمى ستاتين. ستاتين هذه هنالك سبعة ملايين من الفرنسيين اللي يستعملوا، عفوا، يستعملوا ستاتين. في الجزائر مع الأسف ما عندناش إحصائيات. لكن هنالك دراسات عديده اللي كان موضوعها قضيه فعاليه الستاتينز هل هي فعاليه ام هي مسيئه في فرنسا احد الرواد كما شفناه هو الدكتور دولوجوري هنا في بريطانيا في نوفمبر 2004 الجريده الطبيه البريطانيه بي ام جي ورات بان لي زوردونونس اللي يعطوهم الاطباء في الناس في تاع ادويه الكوليسترول تضاعفت بسبع مرات بين 1996 وسنه 2000 بدون ما يلاحظوا بان هذه الادويه أثرت على الكوليسترول بطريقة أو أخرى أو بدون ما نقصت من الموت من جراء الكريس كاردياك يعني الانفاركتوس دو عندها بعض السنين تحت توني بلير كان كانت محاولة من طرف الحكومة هنا في بريطانيا باش تفرض على كل واحد جاز الخمسينات بياخذ ستاتين لكن الحمد لله هذه المحاولة ما نجحتش في أمريكا هنالك تجربة أو دراسة يسموها إنهانس اللي ورات في 14 جانفي 2008 بأن الدواء اللي يسموه ستيم اللي هو ستاتين تاع الكوليسترول والدواء الآخر يسموه إزيتيميب اللي عطاوهم الملايين من الامريكان الدراسه ورات بان هذا الدراسه بان فعاليه هذا الادويه ضد امراض القلب ضد كليغوز ما كاش منها هذه دراسه امريكيه يعني ان هذا الادويه الاستاتين هذو ما عندهم حتى وقايه على الشرايين في القلب لكن بما ان هذا الدراسه كانت على الناس اللي داروا عليهم الدراسه كانوا من عائلات عندها ديجا عندها ديجا الكوليسترول مرتفع كاين عائلات اللي هكذا عندهم الكوليسترول تاعهم والموروث هو مرتفع ف هذه ايضا ورات بان ما في حتى شيء اللي ينقص الكوليسترول ويبدو ان الناس اللي قاموا على هذا الدراسه حاولوا يغطوا فشل الدراسه هذه اللي ورات بان النتائج سلبيه ما في حتى تغير في الكوليسترول هذا يورينا باللي فيه دي دانتيري فيها تضارب المصالح بين رجال الاعمال و والناس اللي الباحثين اللي معاهم و والاطباء اللي يخدموا معاهم والجانب الطبي الطب يريد يحب حاجة أخرى وهذا الناس يحبوا يبيعوا الدواوات هنالك دراسة أخرى سموها ليتود دو دراسة Framingham", اللي هي أيضا ورات باللي ما فيش أي علاقة واضحة بين الكوليسترول والفاركتوس يعني النوبة القلبية عند الناس اللي تجاوزوا الخمسينات من عمرهم في هنا دراسات أخرى اللي بينت باللي ليستاتين هذو ما عندهم حتى فعاليه وبالعكس يسيئوا للانسان الاعراض اللي بيعملوهم هذا الاستاتين والمضاعفات ثان اتكلم عليهم الدكتور دولور جريل ووضحهم كتبه موجوده والانسان يحب يروح لهم يروح يشوفهم من بينها فيه مرض السكر فيه ما الزهايمر فيه لاسكليروزون بلاك وفيه اشياء كثيره من الامراض هذه اللي مزمنه والناس الاطباء يعالجوا فيها بشتى الادويه الاخرى وما ينجحوش فيها يعني كاين هنا شيء ما رأش يمشي لماذا هذا ستاتينز رغم كل الدراسات اللي اللي شفناها ودراسات موجوده بكثره كثيره جدا والاطباء كثير اللي يتكلموا ويقولوا يا ودي هذوما ما فيهمش فايده بل ما يضروا لماذا باقيين الناس يعالجوا فيهم بهذا النوع من الادويه يعني الستاتين السبب عندما ننظر للارقام نشوفوا باللي الاستاتين وحدها يعني مش الادويه الاخرى كلها غير الاستاتين هذا النوع اللي تعالج او تحاول تعالج الكوليسترول في العشرين سنه اللي فاتوا دخلوا للشركات الطبيه 300 مليار دولار 300 مليار دولار في العشرين 20 سنه اللي فاتوا يعني فيه مصالح مالية ضخمة واللي خلت بعض الأطباء هنا في الغرب يلحوا على المرضى تاعهم باه ياخذوا هذا الاستاتين يعني مع الاسف كاين كثير من الاطباء اللي يشتغلوا مع الشركات الطبيه وهذا مؤسف جدا والسكندال الفضيحات اللي موجودة فيما يخص هذه الأدوية اللي موجودة في السوق واللي الأطباء يمدوها فضائح كبيرة جدا إلا أن إلى يومنا هذا ما زالت هذه الاستاتين والأدوية الأخرى يعطوها الأطباء فلوردونوس يعني بصفة عامة نلاحظوا بأن كثير من الأطباء الآن اللي جرؤوا كانت عندهم شجاعة بيتكلموا يقولوا باللي الكوليسترول هذا ما عنده حتى علاقة مع أمراض القلب ولهذا الناس اللي راهم عندهم الاستاتين هذو ما يستعملوا فيهم ممكن أنا ما نقول مش حبسوا الاستاتين لكن ممكن يروحوا يقرأوا كتب نتاع هذا الطبيب آآ آآ ميشيل دولوجغيل أطباء كثير آخرين من كبار الأطباء يروحوا الإنترنت ويجبدوا كتبهم ويجبدوا مقالاتهم ويفكروا أنفسهم إذا هذا الاستاتين رام يساعدوا فيهم ولا رام يديروا لهم أعراض جانبية ويقروا إلى حبسهم ولا ما يحبسهم لكن ما هو المشكل لماذا هنالك أمراض قلبية الأخصاء في الطب يقولوا بان الامراض القلبيه ما تجيش من الكوليسترول لكن تجي منش من الانفلاماسيون الالتهاب الالتهاب هو اللي يكون مشاكل في الشرايين تاع القلب وعندما يكون الشرايين ملتهبه الدم ما يمشيش مليح والكوليسترول الثاني اللي موجود هو في الدم كما شفنا المره الماضيه نحتاجوه الكوليسترول للمخ الكثير من الاشياء الكوليسترول ما يمشيش فعندما يموت واحد وي ويجرحوه ويشوفوا يلقاو الكوليسترول ثم يقول لك اه الكوليسترول هو المشكله الكبيره لكن هذا في توضيح طبي كثير كبير ما ندخلوش فيه حنايا هذا الالتهاب الانفلاماسيون هذه منين تجي الناس اللي وصلتهم وصفه تعديل الاكل تاعنا راهم شافوا بأن السبب الرئيسي في الالتهابات هذه هي تغذيتنا العصرية تغذيتنا العصرية وخاصة السكر الأبيض السكر الأبيض شفناه في الزير في الأسواق مكدس مكدس بزاف لكن هذاك هو السبب الكبير من بعض الأشياء أخرى اللي تكون هذه الالتهابات في القلب واللي هي تسد الشرايين فيما بعد وتجيب امراض القلب وتجيب امراض اخرى كمرض السكر كمرض الزهايمر وما الى ذلك هذه اشياء طبيه دقيقه ما ندخلش فيها كلها الا ان احنا نقدر لي عندما تكلمنا على السكر والفارينه البيضاء الفارينه البيضاء ترجع سكر في الجسم فيما بعد والملح الابيض هما اللي يديروا مشاكل، فعلا لابد الاخوه اللي وصلتهم الوصفه يقراوها ويعاودوا يقراوها ويحبوا ويحاولوا يطبقوا بقدر المستطاع، لان سبيل الخروج من هذه الامراض المزمنه، طبعا الانسان ممكن يشوف الطبيب، لكن ما عندهاش ادويه يعني اللي ممكن تقضي عليها تماما، الشيء اللي يقضي عليها تماما هو الرجوع الى اكل سليم ما فيش لي بيستيسيد ما فيش لي زاديتيف هادو المضاعفات الغذائيه وما فيش اي شيء اللي يلوثو واللي يقلل من قيمته ما يرجعوش ديفيتاليزي نحيلو كل غله منهم <سؤال> حديثا هنا في بريطانيا مثلا فيما يخص السكر ورونا في التلفزيون البريطاني بان في السينما هما كيروحوا السينما في الليل عندهم يبيعوا لهم كوكاكولا ماهوش في علبه صغيره يبيعوا لهم في نوع من الكاس هكذا تاع واحد صغير وواحد كبير ورونا باللي كمية الكوكاكولا اللي في الطاس الصغير هذاك فيها ما يوافق 24 ساشي تاع سكر، 24 ساشي تاع سكر. الطاس الكبير هذاك اللي يشربوه تاع الكوكاكولا في الاشياء هذه فيه ربع تلاثة وربعين ساشي. 43 صار تاع سكر. يعني الانسان يكون عنده طاس شويه كبيرة على هذا كانه وضع فيه 43 صاشي تاع سكر ويشربوا في هذيك اللحظه وبما ان الناس يشربوا اثنين ثلاثه في النهار من هذوك تشوفوا السكر هذا واش راح يدير للناس فماذا ماذا نعمل احنا قلنا لابد الانسان يحاول يفكر لصحته وصحة عائلاته وصحه اولاده على الغذاء اللي راه ياكلوا يوميا ما عدناش ديراكورسي كما يقولوا ما نقدروش نعبزو يسيل لابد الانسان يرجع الى اكل طبيعي اذا ما رجعناش الى اكل طبيعي ناخذ مسؤوليتنا و... و الاكل الطبيعي يعني الانسان يعمل مجهود ولهذا احنا نقولوا ادواكم في يديكم ولهذا حضرنا لكم هذه وصفه التعديل الاكل والان اخواني واخواتي ناخذ مكالمات عثمان من الجزائر تفضل اه نعم تفضل الو الو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل انا بالنسبه لقضيه الكوليسترول نعم آه نحن نعم جربتوا من جربت هنا عندنا في الجزائر واحد واحد العشيش يجيبوها من الجبل يقولوا لها الكزيع. ال واش اسمها من فضلك؟ الكزيع. الكزيع ايه. القزيع هذا يجيبوا مولاه ايه يخطروا ومجرب هذا ونجحوا الناس الكل بدون دون تاع ما شاء الله عليك يعني اه, آه يعني نشوف مجرب ثاني لا مؤكد انت جربته وشفته بلي حبط الكوليسترول ونحوه كله وقطروه مثل قطروه نورمال يجي لك سيري تاعو خلاص ما يزيدوش الماء ويشرب غنجا راه قضاه ظهري هو قلت لي يغلوه ياك؟ اه زادني مش ما يغلوه يديروه بالتقطير بالتقطير. ايوه. انت التقطير اللي تحط فيها وزادني لا تبدا تقطر بشوي يجي غير ديك السيري تاعو. بارك الله فيك سي عثمان. جزاك الله خير ونحب الناس يدخلوا بالطريقة هذه بيفيدوا المستمعين الآخرين أيضا عليم الجزائر السلام آه. عليكم رحمة الله تفضل آه عندي حساسية للبرد أخي نعم عندي حساسية للبرد البرد ايه آه. ايوه فين؟ يعني في الرئتين ولا؟ لا لا نبرد قاع انا نبرد نبرد اه انت تبرد يعني تبرد اي والله ونبرد في الصيف في الصيف ايه في الصيف نبرد اي والله انت الطبيب قال لي الطبيب ب... قال لي عندك حساسية للبرد حساسية حساسية للبرد ايوة وكش ما دواء اعطاني ايه دواء بسمى باللي وما ما اه شحال خذيتوا الدواء هذا شحال من الوقت؟ آه، سمعنا وهو قال لك خذوا سمانة برك أهلا قال لي هو على سمانة ولا سمانتين تريحت ما قال لي رجعتلوش آه، عليم الجزائر يقول بانه يبرد في الصيف هذا ممكن يكون مشكل تاع الدوره الدمويه ننصحوه يشوف الوصفه تاعنا اللي بعثناها له وان شاء الله باذن الله هذه ممكن راح تساعده كثير كثير. حسن من هولندا نعم تفضل اخي العزيز عندي واحد سؤال من فضلك تفضل عندي مشكل يعني في تجيني حساسيه يعني في الوجه ايوه يعني تجيني حساسيه انا مشيت عند الطبيب ويعني وعملت فحوصات وقالوا لي عندك اللي كما نقولوا احنا هنا في, في هولندا بالاكسيم سيبوريك يعني مانيش عارف بالهولنديه واش يحب يقول يا اخي يعني اكزيم سيبوريك سيبوريك اكزيم اه لا سيبوري إيه. نعم. سيبوري سيبوري ايه نعم عملت يعني فحوصات يعني واخذت يعني عده كريمات في الوجه منها الهيدروكورتيزون ايوه واقراص وعملت البيوبس يعني هذا يعني اخذوا يعني كما نقولوا يعني عملوا يعني فحص أيوة. ل... عن طريق اخذ يعني عينه من الجلد للمختبر وقالوا ان يعني عندك شيبورد شيء والان هم قالوا لي يعني لازم تعمل ثيرابي يعني بالضوء يعني هذا في الكابين اي أيوة والله ولكن انا اريد يعني بصراحه يعني من فضلك يعني اريد يعني وصفه يعني تساعدني على هذا ان شاء الله العلاج يعني عندي مشكله يعني احمرار تقشر في الوجه يعني يعطيني مرات قشره في الوجه مع احمرار اوكي اوكي خير ان شاء الله انا طبعا انت ما قدامي هذه تتطلب فحص نتاع ساعه ولا ساعه ونص وقايتك وبعد احنا كما قلت مرارا احنا نعملوا الوصفه لانسان معين لان كل انسان يختلف على انسان اخر ولو تجيب اثنين من الناس عندهم نفس المرض الا ان تاريخهم يختلف والماكله تاعهم مختلفه ولهذا العلاج يكون لكل واحد لكن انت جاتك الوصفه وصفه تعديل الاكل تاعنا ولا ما جاتكش؟ آه. الآخر يبدو انه انقطع الخط معه اذا ما جاتوش وصفه تعديل الاكل نتاعنا ماذا بينا يروح يطبقها وراه يوجد تحسن كثير كبير جدا ثانيا ممكن يقبض اوراق العطرشيه كما قلنا يدير بهم تيزانه ويشربهم وفي نفس الوقت يدير يمسح بهم وجهه صباحا ومساء ويشوف وإذا حب يتصل بنا فيما بعد في على البريد الإلكتروني يفهمنا في هذه ممكن نوجد له حل إن شاء الله. حميد من مرسيليا. الو وي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يوزي الدكتور خويا. نعم. الدكتور بغيت أنا مع الطبيب. راني معاك راني معاك تفضل. راني راني بعتك واحد الماير في السابق على المرضي تاع الانفودام. لنفودام ايوا لنفودام وما ما ما ردليش ما عطانيش حتى الريبونس خلاص ورد و... نبعث لك ونرد عليك خلاص ها؟ ان شاء الله ان شاء الله نحاول اليوم بقدر المستطاع نشوفها لك آه لان عندنا الايميلات عندنا كثيره والايام اللي عندنا نشتغلوا فيها على البرنامج ماهيش كثيره فبقات بعض التراكمات آه انت جاتك الوصفه ولا ما جاتكش؟ ماكش مجوز لي الدكتور من فضلك تجوز لي الدكتور انا هو انا هو اه ايه انت جاتك وصلت تعديل الاكل ولا ما جاتكش؟ ما جاتنيش و سي و... اورجون يعيشك يا اخي عاود عاود بعث ايميل لان الان اذا بعثت ايميل راح توصل لك مباشره ما تستناش راح تكون اليه اوتوماتيك هاي آه صح هذاك من جهه ولكن انا وعدك انني ننظر في ال في القضيه هذه نتاعك ان شاء الله ونجاوبك ما جاتنيش الوصفه ما جاتنيش الوصفه ايه عاود بعث ايميل تولي تجيك هذه المره صح ها هي السلام عليكم لي من لندن نعم انا بصحيح اهلا بك انا انا عندي سيرفيكال سبونديلوسيس وش عندك اسمحي لي سيرفيكال <applause> سبونديلوسيس في الرقبه سبونديلوسيس في وعندي فاي فاي لايت سكوليوزيس وقال لي بيب عندك مع لاج تي ان وي قال لي يعني ماشي حاجه كبيره كان ايه والله. من كان عندي اي والله الشطر من ظهري الرقبه إيه. خلاص اه انت خذيتي الوصفه تاعنا ولا ما خذيتيش؟ اسكتي ايه وعندي الوصفه تاعنا جاتك ولا ما جاتكش؟ الو ايه الوصفه تاعنا وصلتك ولا ما وصلتكش؟ لا, أنا تقدري إيميل إيه؟ إيه تك... لا لا ما وصلتنيش تقدري تكتبي لنا ايميل لو تكتبي ايميل راح تجيك مباشرة ايه نكتب كي انا ما خديتش ما جاتنيش صح اختي شوفي الان كي تكتبي لنا ايميل راح يجيك ايميل يقول لك اضغطي على هذا اللينك وكي تضغطي إيه؟ على اللينك تحبط لك الوصفه في واحد إيه؟ من صفحات إيه؟ أو... راح تعطيك طريقة اللي ممكن تساعدك كثير واذا شفتيها ما ساعدتكش بعد هي تسمعي اختي ايه ما بعد اذا شفتيها ما ما ساعدتكش من بعد شهر ولا شهرين تقدري تكتبي لي انت في لندن وانا في لندن ممكن نشوفك أكيد تسمعي إلياس مرسيليا وي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله <tout> euh, عندي, euh, la délatation des branches. la des branches. De eh, hein? voilà, des branches. Donc, euh, j'ai toujours un traitement euh, durable, euh, sans arrêt. Je euh, veux dire, un de singulaire, et un des خلاص، آه، نترك مع طبيب، عندك بزاف تاع عندك القضية هذه هذا المرض. وي، سافي <applause> أبوبخي 3 أوند خلاص، ممكن تكتب لنا إيميل ونحولك على طبيب فرنسي، يبدو لي راه في مارسيليا، وإن شاء الله تقدر تشوفوا ثمّا لأن يعالج هو بالطب الطبيعي. <applause> رقم الايميل ما عنديش رقم الايميل الايميل هو المفروض يكون على الشاشه هاو عندك على الشاشه طبيب اروباز المغربيه. تي في طبيب اروباز أه ما نشوفوش على الشاشه هاو مكتوب على الشاشه في في الاسفل طبيب اروباز المغربيه صوت الياس مارسيليا نعم تحت صوت الياس مارسيليا يبدو لي يبدو لي هو في مارسيليا لكن نوضح لك آه نعطيك لو... دروك راني نشوفه دروك راني نشوفوا ايوا دروك نسجلوا خلاص سجلوا بعث لنا ايميل نعطوك آه نعطوك لي كوردوني تاع السيد هذا تاع الطبيب هذا الطبيب هكذا نبيل من الجزائر نبيل يبدو اننا فقدنا نبيل حسان من هولندا من جديد حسان تفضل نعم. حسان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فقدناك قبيل آه. نعم انا كنت اتصل على هذا المشكل تاع الاكزيم سيبوريك وانقطع الاتصال ايه لا لا انا كنت قلت لك مش عارف كنت تسمع ولا ما تسمعش قلت لك ان ممكن طبعا تحاول تطبق الوصفه اللي نبعثها للناس الى جاتك الله يبارك اذا جاتك تبعث ايميل راح تجيك أوتوماتيكما انا بعثت لك ايميل آه يعني هذه ثلاث ايام وما, وما جاني جواب، ما جاني جواب من عندكم. لا لكن راهي جاتك الوصفه، لان الوصفه تبعث أوتوماتيكما لكل واحد. انا بعثت ايميل آه يوم يعني يومين او ثلاث ايام ولكن ما جاني رد يعني بصراحه من من, من عندكم. آه خلاص هي فيه خلل فني راح نشوفه لان آه هي المفروض كل الناس اللي كتبوا من البدايه والان عندنا اكثر من 2000 آه ايميل اللي كتبوا من البدايه بعثنا لهم كاع وصفه تعديل الاكل اللي هي تغير كثير من الاشياء في جسم الانسان هذه وحده عاود بعث ان شاء الله راه يجيك ايميل يقول لك اضغط على هذا اللي كي تضغط عليه تحبط لك الوصفه ان شاء الله هذا وحده ثانيا عندك آه آه قلنا تقدر تستعمل روح للعطرشيه احنا تكلمنا على العطرشيه من قبل <applause> العطرشيه تعرفها لو جيرانيوم؟ بصراحه والله ما عرفتها يعني هذه العطرشيه عشبه انا حدنا موجوده في الجزائر نعم اي آه يغرسوها فوق القبور تنوض في المحابس و... او نعم نعم اي آه, والله عرفتها نعم. آه, يعني انا اي والله هذه فيها انا مغربي مقيم في هولندا ولكن انت آه، مغربي <applause> يعني... <applause> الله يبارك هولندا المغاربه طبعا آه، آه، فالعطرشيه انتم ربما تسموها العطرشه نعم نعم اي والله <applause> فهذه فيها فوائد كثيرة هي لأسرانجونت و... و... وتنقي فممكن تساعدك إذا عملت بها تقبض خمسة ستة أوراق وتفرغ فوقهم شوية ما يغلي تخليها لمدة عشر دقائق كي تكون شوية ملدة هكذا شوية سخونة امسح بها الجسم تاعك وحاول <applause> عفوا حاول تعتاد باش تشربها صباحا ومساء زنا وشوف بعض بعد شهر هكذا اذا تساعدك ولا ما تساعدكش في نفس الوقت تعدل الاكل تاعك حسب ما هو في الوصفه اللي بعثناها لك ولا اللي تقدر تحصل عليها صراحه انا يعني لو ما توصلت بايميل من طرفك راح ان شاء الله اتصل بك ولا ان شاء الله رجع عندكم لندن ان شاء الله لا ان شاء الله راهي توصلك قبل ما تجي لندن حاول تطبق الوصفه هذه وباذن الله راهي تجيك بعث لنا ايميل تجيك يعني يجيك ايميل والايميل هذا يقول لك شكرا على مشاهده القناه المغاربيه وفي امكانك تضغط على هذا اللين هذا وعندما تضغط عليه تحبط لك الوصفه يزيد اخر السلام آه عليكم طلاب عايز شرحه اطلاق مشاهده القناه المغاربيه نعم قول يمكن تضغط يزيد تفضل السلام آه عليكم طيب وعليكم السلام ورحمه الله مش نسمع فيكم مليح راك قدام تلفزيون السلام آه. آه عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اه طبيب من فضلك عندي طفله بنتي راهي تعاني من لا مالادي تاع لا ميكرو فيزي دوز لا ميكرو دوز مالادي هادي ايوا عايشه غير دي زونتيبيوتيك لا ميكرو دوز لا ايوا نعم نعم تفضلي لا ميكرو فيزيدون كاتب وقت صافي لا مرض عندي طفله بنتي في عمرها 10 سنوات 10 سنوات طيب يعني مع مرضي <تس> لا ميكرو فيزيدون ايه علاش اسمع اسمع سمعتك سمعت المرض على بالي بيه ادويه غير الانتيبيوتيك انت أه وين تسكن؟ الحراش انا راك في الحراش؟ نعم صحة ابعث لنا ايميل لان هذا مرض يعني موش سهل ابعث لنا ايميل نحولوك على آه واحد من المعالجين اللي اجوا بالطب الطبيعي وان شاء الله هو راح يساعدك محليا تما هكذا اخواني واخواتي انتهت حصتنا اليوم السلام عليكم والى الاسبوع القادم